كابتن محسن، من خلال التشكيلة اللي قدامنا، تشكيلة النادي الأهلي، شايف الأهلي هيلعب شكله فنيا في الملعب هيبقى عامل إزاي؟ الطريقة المعتادة 4-3-3، الأربعة المدافعين يعني تقريبا شبه ثابتين، الجديد عليهم يحيى عطلة طلق بدأ نعم. يخش في جسم الفريق، عمر كمال مكانه الأساسي هو الظهير الأيمن. الفترة اللي فاتت اتغير كتير، والتغيير الكتير في مراكز اللعيبة ده صحيح، بيديله تقليل من نسبة النجاح. نعم. يعني أنا بلعب باك رايت 100%، لو لعبتني باك شمال هدي لك 50%، لو لعبتني قلب دفاع هدي لك 60%، لو لعبتني في نص الملعب هدي لك 20%. يا جماعة مصطفى شوبير أظن رقم 31 من 16، اتفضل كده. وبالتالي يعني يفضل إنه كل لعيب يلعب في مركزه إلا في حالة الطوارئ، يعني نعم. النهارده مش حالة طارئة، غياب محمد هاني، نزل عمر ده مكانه الطبيعي، ده صحيح، وفي منافسة كانت شارين وباك رايت أصلا، في منافسة موجودة، فالمكان طبيعي يحيى عطله طلع. ارجو ان هو يكون دخل في الفورمه، لانه بدايه المباراه اللي فاتت ما كانش لسه وصل للتوب فورم بتاعه، وكان واضح انه في بعض زياده في الوزن عنده. قلوب الدفاع الاثنين بقى لهم فتره بيلعبوا في انسجام. كان الافضل انه يستقر على ياسر مع رامي يا كابتن؟ هو يفضل في عدم اجراء تغييرات في هذا المركز اذا كان الاثنين في حاله بدنيه جيده. احنا عايزين بس يعني ايه ندافع شويه عن ياسر في الهدف اللي دخل في مرمى الاهلي في مباراه الزمالك، لان هي فرقه يعني خطوه واحده، وخطوه واحده دي الوحيده اللي جت على النادي، هي الوحيده، وبالتالي يعني خطا واحد ربما مش خطا كمان، لان الكره لو اتحطت اوت ما كانش بقى فيها كانت أصلاً. خلصت من الاول، لكن ياسر في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا، وعنده ثبات في المستوى. ربيعه بيقدم افضل موسم عنده هو الموسم اللي احنا فيه، سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. نص الملعب اكرم رجله في الملعب على طول، خد ثقه كبيره، الناس اللي حواليه بيثقوا فيه، بيعمل واجب دفاعي قوي جدا، ولكن يعني ما يؤخذ على اكرم انه ساعات بيحاول يعمل جماليات ومهارات في مكان لا يتطلب مثل هذه المهارات. شيء ثاني انه بقى في عنده سنه اندفاع للامام، وده بيتعارض مع مركزه في وسط الملعب المدافع، لابد ان هو يتحرك في مثل هذه المساحة، يقوم بعملية التأمين وصناعة اللعب وعدم المبالغة في التقدم حتى يحتفظ بقلب الملعب مشغولا بلاعب كريم نيدفيد. يعني هنا